حد بياخد اللقب لحاله على شبكة دعم المصريات. بس حبيبي حبيبي احنا مصريين وفيا احنا المفروض نعمل عشان مصر عشان خاطرنا شرف بلدنا. احنا انا مين جاي يصرف يعني ايه؟ اثنين جايين يشرفوا بلدهم يعني بلد واحده مش بلدين. بس هيكون انا شخصيا والاثنين كملوا للاخر للفاينل. مين شرف مصر؟ اربعه مصريين اربعه مصريين اثنين من شويه. مايك حق مايك حق استنى شوية. إذا أنتوا أربع مصريين وأربع لبنانيين ضليتوا فاينل، أنا التونسي الوحيد ضليت فاينل. إني أغرق أغرق. بدنا نذكر إنه مروان يوسف من لبنان اثنين توب 1 ولا مرة نومينيه، محمد عباس من مصر مرة توب 1 أوكي ولا مرة نومينيه، مرة نومينيه. انا هايدي لا هايدي خي قوية. بتذكركم رفايل ستة نومينات ولا مرة توب وان. نسيم مرتين توب وان مرة توب وان مرتين نومينات مرة سطرس. لقب ستار اكاديمي 11 ايكون من نسيم لبنان اجان لا مرة تانية بعد 8 سنين غياب لمروان يوسف بيرفع اسم لبنان بالعالي. انا باخد علم لبنان. مصر رح يا مصر مثل ولاد صغار لبنان لبنان من هالمنبر لكل انسان من هالمنبر لكل انسان صوتوا له على الرقم اثنان من هالمنبر لكل انسان صوتوا له على الرقم اثنان لك مروان يوسف رح يربح وبده يرفع اسم لبنان يلا مروان لكل المصريين والوطن العربي صوتوا للمصريين على رقم واحد ورقم ثلاثة محمد عباس وهايدي ميرسي ميرسي بجد والله مبسوطين بجد مبسوط انك كنت معايا مبسوط بيك انك انا مبسوط انك كملت انا كنت ازاي بتحبوا بعض كده حلو فيك انك مصر علاب والله مصر لك حلو فيكن انك مصر لك علاب انك مصر لك على راسنا هايدي ومحمد وعلى راسنا اهل مصر يلا بدي اقطع بس هالمواقع اذا بتريدوا عرفنا بسم الله ثانك يو يودي انا بقولها لك من المنبر ده قدام كل الكاميرات والوطن العربي راجعين انا وانت مصر باللطف حبيبي كم مين عيل انت موافق؟ خلاص عيل رح اقول لك اللي بقلبي ومش ناسي طبعا يلا قول معك رح اقول لك اللي بقلبي مش ناسي والله اللي بقلبي ومش ناسي لك بيلبق لك اللقب يا خي بيلبق لك اللقب يا خي نسيم رئيسي هاي واو